طلبنا في مشروع الماكينات وطبخ البندورة بسبب وجود عندنا حمامات البندورة بيكون عندنا فائض. هسه الفائض هذا للمزارعين بيكون وقت انه اسعاره بتكون كثير منخفضة، فبناخذه منهم بنفس السعر بالسعر وبنبيع لهم اياه بسعر ثاني على اساس يضلوا محافظين راس المال وما يخسروش فيه. كمان زيادة عن الفائض البندورة عملنا فرص عمل لاربع خمس نساء في القرية. بنجيب البندورة من الحامض بنغسله وبنحطه في عادة الفوائد نفحصه حتى يصير رب البندورة وبنحطه في الماكينة مشان ينطبخ، بنحط له الملح وبنعبيه في مرتبانات حافظة له. بعد ما نكمل ما نعبيه بنعكب المرتبانات وبعدها بنعبيه وبكاش في مواد حافظة ومنجهزه للتسويق. احنا منتوجنا هذا طبعا بنقوم بنسوقه لاشخاص معينه بحبوا ياخذوه عشان ما فيش فيه مواد حافظه، لان مشينا الطريقه الصحيحه في تصنيعه فبقعد لمده طويله كثير جدا احسن من المواد الحافظه. تقريبا مده صلاحيته من 6 شهور لسنه. طبعا هذا تمويل من مؤسسه اوكسفام وتنفيذ الاغاثه الزراعيه. قيمه المشروع 7000 فرنك سويسري. طبعا هذا اللي قدمونا اياه، لكن احنا دفعنا مساهمه مجتمعيه حوالي 4-5000 كمان دولار. عندنا 4 نساء بيعملن في المشروع وبنحاول بنفكر كيف نزيد عدد النساء علشان نزيد دخل الاسر خاصه الفقيره والمحتاجه. طموحنا بهذا المشروع ان نكون مشروع كامل متكامل مع خط انتاج وخط تعبئه كبير، وان نوجد اسواق خارجيه سواء في خارج المحافظه او خارج الوطن.